الأستاذ أحمد عصام طبعاً ناقد رياضي في اليوم السابع يقول لنا برضو ماذا حدث في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة. أستاذ أحمد إزاي حضرتك؟ إزيك يا كابتن حسام وصباح الخير بقى الساعة خلاص داخلة على واحدة الصبح. نعم؟ داخلة على واحدة الساعة داخلة على واحدة. داخلة على واحدة. صباح الخير. صباح الفل. قول لنا النهاردة أولاً أنت كنت موجود في الإستاد واشرح لنا ما حدث بعد المباراة والامور التنظيميه بعد المباراه، ولو تقدر تكلمنا شويه طبعا عن المؤتمر الصحفي لخافيير اجيد. في الحقيقه التنظيم كان رائع جدا، كان شويه مشاكل بسيطه بس ده كان طبيعي، يعني احنا النهارده طبعا قبل الافتتاح واليوم الاول الناس كلها كانت ملتزمه بالتعليمات، في ضيوف كتير من مش من افريقيا بس من العالم كله. نعم. كانوا موجودين معانا في مقصوره الصحفيين، وكان في جماهير برضه للاصدقاء من زيمبابوي. الحقيقه الاجواء كانت اكثر رائعه في كل شيء يعني، وكملت الحمد لله بالفوز بتاع منتخب مصر، رغم هو كان صعب شويه لكن خرجت مصر الحمد لله وكل الامور عدت على خير. ماذا قال خافيير اجيري في المؤتمر الصحفي يا استاذ احمد؟ الحقيقه اجيري اعترف النهارده احنا عندنا مشكله، وقال احنا الحمد لله كويسين الشوط الاول لكن زيمبابوي كانت افضل مننا الشوط الثاني، الراجل اعترف بده وقال ان السبب في كده كان في مشكله عند صلاح، ان هو كان عليه رقابه لطيفه وكان دايما محاصر في الاثنين، ورغم كده هو قدر يعدي منهم لكن للاسف اهدر، يعني جات له هو جات له للتهديف واهدرهم، لكن اعترف الراجل ان ادائنا في الشوط الثاني كان مش كويس. انا مبسوط الحقيقه يعني من الكلام اللي هو قاله في المؤتمر، ان هو يعني هو حاسس بالمشكله. ايوه بس هو ما قالش ايه المشكله يا احمد؟ لا هو قال الاداء تراجع يعني في الشوط الثاني، وهو حاول على فكره، هو حاول اكثر من مره ان هو يعدل، شفنا النني لعب طالع العاب، ورده لعب ناحيه الشمال رقم 10 وبعد كده غير راح ناحيه الشمال، شفنا وليد سليمان نزل، هو كان بيحاول عنده مشكله في الثلث الثماني، حتى صلاح غيره من الجناح لحرب صريح، هي كانت هي دي المشكله وهو بيحاول يصلحها في الشوط الثاني لكن ما قدرش، اللعيبه بعيده عن مستواها النهارده. نتمنى بقى الماتشين اللي جايين اصعب من ماتش النهارده، اوغندا بتلعب كره دفاعيه بطريقه منظمه هتعمل لنا مشاكل طبعا، وهيكون محتاجين بقى يكون عندنا حلول. النهارده الماتش خلص بحل فردي جه، فاعتقد يعني اللي بيلعب على بطوله مش مستني بقى يعني لعيب يتفوق فرديا، مظبوط، لانه ممكن ما يكونش في يومه في مباراه اخرى. لكن هل سئل على التغييرات؟ لماذا غير ثلاث لاعبين؟ يعني ماذا غير مروان محسن ونزل وليد سليمان؟ ما هو زي ما بقول لك هو عنده مشكله في الثلث الهجومي، هو قال انا عندي مشكله بس في الشوط الثاني لما هم كانوا افضل مننا كان عايز يطلع الافضل من المهاجمين بتوعنا، سواء راس الحربة مروان محسن كان غير موفق فتم استبداله، والثلاثه اللي بيلعبوا وراه غيروا كلهم سواء بتغييرات لعيب بلعيب او تغيير مراكز، لكن برضه المشكله فضلت قائمه لحد نهايه المباراه. هو كان بيقول انا كنت حاسس ان كان الموضوع كان صعب بالنسبه لنا ان احنا نفضل فرق جول لحد نهايه المباراه لان ممكن اي حاجه تحصل وتتعدى، انا كنت بحاول احل المشكله الهجوميه ما كنتش بحاول ان انا امن دفاعي، يعني كل التغييرات اللي كان عاملها كان عايز ينشط الهجوم لكن ما جاتش زي ما هو عايز. قلت بقى ان هو خرج بس نظيفه النهارده ومحمود علاء رجل المباراه، فهو بالنسبه له كده قدر يخرج من اول ماتش الذهاب، ان شاء الله يعني هو وعد الامور دي هتتصلح قبل الماتشات اللي جايه اللي هي اصعب بالنسبه للمنتخب مصر ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ احمد عصام الناقد الرياضي في اليوم السابع.